يا الله أفلح من صلى على محمد وآل محمد. وصول بضاعة مختلطة كهربائيات صحيات عددها 12,000 قطعة و500، أبيعها شلع، سعر قطعة ب 800 دينار، سعر البضاعة الكلي 10,000,000 دينار عراقي. عنواننا محافظة الديوانية قضاء المهناوية، وارقام تليفوناتنا مثبتة على الصفحة. اللي يحب يحجز واللي يحب يستفسر، كميات كبيرة وصلت من البضاعات. خلونا نبدأ وياكم بعرض البضاعة قطعة قطعة. عندك بالنسبة للهدايا اللي وصلت على هاي البضاعة، أريدك شوية تركز وياي زين من بداية المقطع عن نهاية المقطع، لأنه جبت لك نوعيات تختلف عن باقي البضاعات. عندك الهدية الأولى 14 عربانة من هاي التكسيات، هذن هدية بلاش للي ياخذ البضاعة شلع. وعندك الهدية الثانية 14 سخان، كذلك هدية بلاش. وعندك بالنسبة للهدية الثالثة 14 درج 6 باية، هذن كذلك هدية بلاش اللي ياخذ البضاعة شلع. وعندك الهدية الرابعة 14 تانكي 500 لتر ايضا هدية ببلاش. انتهت التفاصيل اللي تخص الهدايا، اباشرك بعرض القطع اللي سعرها ب 800 دينار. ركزوا وياي زين نهاية المقطع وشوف النوعيات اللي جاي بالكهف هاي البضاعة. عندك هنا تنور غاز ينحسب له قطعة على 800 دينار. وعندك هنا برميل استخدم للماء، يستخدم للطرشي على 800 دينار. عندك المغسلة على 800 دينار. عندك السطل البلاستيك والسطل الفافون على 800 دينار. عندك هنا ستان مال قبان ليزري على 800 دينار. عندك هنا جلكان 20 لتر على 800 دينار. عندك هنا تانكي مال مولدة على 800 دينار. عندك هنا يده مال ماكينة مال لحيم على 800 دينار. ركز وياي زين. عندك هنا بكرة مال مولدة على 800 دينار. عندك هنا شطل مال باتري مال سيارة على 800 دينار. فاس مال بناء على 800 دينار. شوتة مال مولدة على 800 دينار. عندك هنا مفرغة مال تكرم حمامات تواليتات على 800 دينار. عندك هنا عفريت مال غاز على 800 دينار. عندك سيت لقمة 27 حجم على 800 دينار. صندوق مال عدة مال اسماين على 800 دينار. نطاق مال عمال على 800 دينار. فرشة مال سيم كاملة هي والشفرة مالتها على 800 دينار. عندك هنا ماكينة مال نثر مال صبغ على 800 دينار. عندك هنا غطاء مال جوزة على 800. وعندك البلايس على 800 دينار. عندك هذا تشوي مال مغسلة تعليق 25 قطعة هدية ببلاش. عندك هنا شنقال مال مروحة ينحسب له قطعة. مكرافة مال كنس كاملة تنحسب له قطعة. وعندك هذا هنا قلم الحديد على 800 دينار. عندك هاي هنا شفرة مال طلس على 800 دينار. عندك المالج على 800 دينار. عندك هنا طراد مال تكرم التواليات السقنة على 800 دينار. عندك هذا هنا سرقي مال باب نوعيتين الهندسي على 800 دينار. عندك هنا فرشة مال تاير مال سيارات على 800 دينار. عندك هنا خلاط مال مغسلة على 800 دينار. هولدر مال قلوب كل 2 قطعة. خرطوم المغسلة الواحد قطعة. شواية مال سمج تنحسب له قطعة ب 800 دينار. لاصق وجهين 25 قطعة هدية ببلاش من الكمية الرئيسية. وعندك هنا تيب مال كهرباء كل ثلاثة قطعة ب 800 دينار. عندك هنا فرشة مال سيم مال كوسرة على 800 دينار. وعندك هنا تشوي مال سخان تعليق 25 قطعة هدية ببلاش. عندك هنا فيشة مال ستلايت تنحسب له قطعة. مرشة مال مبيد 2 لتر تنحسب له قطعة. عندك قفيص كيبل 14 ملم ينحسب له قطعة ب 800 دينار. وعندك هنا شيال مال رف
40 قطعة، 40 قطعة هدية ببلاش. عندك هنا طباخ، طباخ كهربائي سعره ب 800 دينار. عندك هنا تيب كل الاثنين قطعة، الواحد بلف في الأسواق. عندك هنا ضاغطة مال مقعد على 800 دينار، رولة مال صبغ الحجم الكبير تنحسب له قطعة. وعندك هنا كاوية مال واير على 800 دينار، قفيص مال كيبل، قفيص كيبل مال ضفيرة سعره ب 800 دينار. وعندك كاغت جام مال كوسرة ينحسب له قطعة. عندك الماسح الحجم الكبير، شوف عيني، كل اثنين قطعة ب 800 دينار. نقشة مال باب مال حدادين كل اثنين قطعة. سيار مال كهرباء على 800 دينار. عندك حبل سفيفة كل اثنين ونص قطعة. عندك هذا هنا قناع شفاف، قناع شفاف مال وجه على 800 دينار. وعندك هنا الكوسرة، الكوسرة الوحدة تنحسب لها قطعة على 800 دينار. مرشة مال حدائق تنحسب لها قطعة. خيط مال تأشير، خيط تأشير مال بناء على 800 دينار. وعندك راس دوش نوعيتين، راس دوش نوعيتين بالقطعة سعرها ب 800 دينار. عندك هنا رف، رف مال راوتر سعره ب 800 دينار. عندك هنا سيم مال سيراميك نحسب له قطعة. وعندك هنا مسدس مال سيليكون نحسب له قطعة. الجوزات الوحدة قطعة. مرشة مال جاب تنحسب له قطعة. عندك بالنسبة للبوكسات نوعيات بيها كل اثنين قطعة ونوعيات بيها خصم، مذكورة عندك على الواتساب. عندك هنا جرس مال كهرباء نحسب له قطعة. وعندك هنا ماشى مال مولدة به خصم سوي لك ذاكرك على الواتساب. عندك هنا راجز، راجز مال حمل ينحسب له قطعة ب 800 دينار. حنفية 40 قطعة هدية ببلاش. عندك هذا السيت الدرنفيس كل خمسة قطعة، كل خمسة ب 800 دينار. وعندك هنا الشسوار الواحد ينحسب له قطعة على 800 دينار. عندك هذا الكيبل كذلك ينحسب له قطعة. وعندك هاي هنا جعبة مال نجارين، جعبة مال نجارين تنحسب له قطعة ب 800 دينار. بريمة مال دراين تنحسب له قطعة. فرشة مال باب كل ثلاثة قطعة. وعندك هنا قفيص مال مصفي، مصفي مال ماطور تنحسب له قطعة. وعندك هنا شطاف التوالية تنحسب له قطعة. شف مال عمال كل اثنين قطعة. عندك هنا منشار، منشار يستخدم للثلج ينحسب له قطعة ب 800 دينار. رقبة مال خلاط مال سنقي تنحسب لك على 800 دينار. وعندك هنا الكرسي، الكرسي البلاستيك، كرسي بلاستيك سعره ب 800 دينار. عندك هنا طبلة مال حمام تنحسب له قطعة، والطبلة الثانية كذلك تنحسب له قطعة ب 800 دينار. عندك هنا نقاط الكهرباء، شي شيل شي هاي النقاط سعر الوحدة ب 800 دينار. عندك بالنسبة للحاويات مختلف الأحجام والألوان 20 حاوية سعر الوحدة ب 800 دينار. عندك هذا هنا تشو 8 ملم تنحسب له قطعة. حجر الكوسرة الكبير كل واحد قطعة، والموس كل اثنين قطعة، ونوعية ثانية كل اثنين قطعة. قفيص مال كيبل 6 ملم كل اثنين قطعة. عندك هذا الجكشن 25 قطعة هدية ببلاش من الكمية الرئيسية. فرشة مال كنس تنحسب له قطعة ب 800 دينار. عندك هنا بالنسبة للسخانات ببلاش. عندك العبار، هذا العبار مال الرمل على 800 دينار قطعة. عندك هنا مجمع من هولة ضمان 40 سنة، شوي ركز وياي زين، مجمع من هولة ضمان 40 سنة الوحدة تنحسب لك ب 800 دينار عراقي. عندك بالنسبة للقلوبات ذاكرها لك على الواتساب كل النوعيات وكل التفاصيل، على الواتساب مذكورة التفاصيل مال القلوبات. عندك هنا بالنسبة للمايات أيضا على الواتساب، بس أفصل لك على السريع. عندك هنا كل ستة قطعة توصال فلات كل ستة قطعة. عندك هنا التقسيم الثلاثي كل أربعة قطعة، والعكس كل أربعة قطعة نوعيتين. وعندك هنا كل اثنين قطعة ليونين. وعندك الكاك، الكاك اللي ينباع بثلاثة آلاف كل واحد قطعة. عندك هنا طاسة، طاسة مال بناء على 800 دينار. وعندك هنا شمشة أيضا على 800 دينار، والدرنفيس الواحد ينحسب له قطعة ب 800 دينار. عندك هنا لد السقوف، شوف لعين لد السقوف وشوف الأحجام اللي وصلت على هاي البضاعة. سعر القطعة ب 800 دينار، على 800 دينار القطعة تنباع. انتهت تفاصيل البضاعة بالكامل. بداية المقطع قلنا لكم هدية للي ياخذ البضاعة شلع 14 عربانة من هاي التكسيات، هذن هدية ببلاش اللي ياخذ البضاعة شلع. وعندك بالنسبة للهدية الثانية 14 سخان
كذلك هدية ببلاش. وعندك بالنسبة للهدية الثالثة 14 درج 6 باية، هذن أيضا هدية ببلاش. وعندك بالنسبة للهدية الرابعة 14 تانكي 500 لتر، هذا النصطن، هذن هدية ببلاش اللي ياخذ البضاعة شلع. بداية المقطع قلنا لكم عدد البضاعة الكلي 12500 قطعة، نبيعها شلع سعر قطعة ب 800 دينار، سعر البضاعة الكلي 10 مليون دينار عراقي. عنواننا محافظة الديوانية قضاء المهناوية، وارقام تليفوناتنا مثبتة على الصفحة. نسأل الله الرزق للجميع بحق الحسين الشهيد.